موعد نشرة الاقتصادية مباشرة من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. في المستهل اتفق وزراء تحالف أوبيك بلس على استمرار زيادة الانتاج التدريجية بمقدار 400 ألف برميل يوميا جونفي المقبل دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء إضافي في الوقت الحالي. وقرر الوزراء أن يظل الاجتماع في حالة انعقاد انتظارا لمزيد من تطورات جائحة كوفيد ومواصلة مراقبة السوق عن كثب وإجراء تعديلات فورية إذا لزم الأمر. عبد النور حفصاوي وتفاصيل. على خلاف كل التوقعات والتسريبات، تحالف أوبك بلس يثبت سياسته الإنتاجية بالاتفاق على ضخ معروض نفطي إضافي بواقع 400 ألف برميل يومياً الشهر المقبل. كما أن ظهور المتحور الجديد كذلك بعض الإجراءات لوضع الكميات واستعمال الكميات المخزون الاستراتيجي العالمي للنفط، اتضح لنا أن السوق مرنة وأساسية السوق مرنة، فلهذا كان اتفاق على مواصلة تمديد السوق، مواصلة تمديد السوق بكمية إضافية في شهر جونفي ب 400 ألف برميل في اليوم. حصة الجزائر من هذه الزيادة هي 10 ألف برميل باليوم لتصل 972 ألف برميل باليوم. في قرار يبدو مفاجئا للكثير من المتابعين الذين توقعوا دقائق قبيل اجتماع كبار المنتجين بتوجه الكارتل النفطي للتخلي عن سياسته الإنتاجية تحت ضغط المتحور الجديد وضغوط كبار المستهلكين بقيادة واشنطن. غير أن التحالف النفطي فضل أن يبقي اجتماعاته مفتوحة فيما يبدو احتمال عقد اجتماع استثنائي قبل لقائه العادي المحدد في 4 جونفي المقبل، رسالة يبدي عبرها التحالف استعداده لإقرار تعديلات فورية على سياسته الإنتاجية. قررنا أننا نبقى في مراقبة السوق وإذا اقتضى الأمر نتدخل في أي لحظة لكي نرجع للسوق توازنه، ونبقى دائما في مراقبة السوق في المونيتورينج اللي رانا نعمله فيه مع كل بلدان الأوبيك والأوبيك بلس لأجل موازنة السوق في النفط. تحت شعار التريث فضل كبار منتجي النفط في العالم مواجهة مؤشرات تراجع أسواق الخام في انتظار الكشف عن تفاصيل التحقيقات الوبائية الجارية بشأن خطورة المتحور الجديد وتداعياته على الطلب العالمي. قرار زيادة الإنتاج يبدو رسالة حسن نية يطلقها التحالف في مواجهة دعوات تجنيب الاقتصاد العالمي انتكاسة جديدة في ظل التعافي الهش بعد نحو عامين من آثار أسوأ جائحة صحية تعصف بالمعمورة منذ نحو قرن. وتطبيقا للاتفاق، سيشهد الانتاج الجزائري من النفط الخام زيادة بعشرة آلاف برميل يوميا جونفي المقبل وفق جدول توزيع حصص انتاج دولي أوبك بلس. فيما يلي نتابع توزيع حصص إنتاج دول خارج أوبيك وفق تقديرات اتفاق التحالف النفطي في اجتماعه الخميس.
ومن المنتظر أن يناهز الإنتاج الإجمالي لتحالف أوبك بلس خلال الشهر المقبل 40 مليون ونصف مليون برميل يومياً. هذا وسجلت أسعار النفط العالمية مكاسب قوية تجاوزت دولارين عند الفتح في آخر أيام التداول لهذا الأسبوع. غدا قرر أوبك بلس تثبيت سياسات الإنتاج، واستطاعت عقود خام برنت القياسي العالمي كسب دولارين ونصف الدولار في تحاملاتها الصباحية لتصل إلى 72 دولارا للبرميل بزيادة فاقت 3% عن جلسة الإغلاق السابقة. في المقابل تجاوزت مكاسب العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط القياسي الأمريكي دولارين ليتم تداولها عند 68.67 دولارا للبرميل. أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب عن الشروع في تنفيذ المشروع الصناعي المدمج لاستغلال واستخراج الفوسفات الخام شرق البلاد قبل نهاية السنة الجارية بشراكة جزائرية صينية. من الأولويات الحكومة هي تفعيل النشاط المنجمي، وداخل النشاط المنجمي راح تلقوا أن مشروع الفوسفات هو من أولويات الحكومة، وكذلك في برنامج رئيس الجمهورية. يعني ليست نفس الإجابة. الآن عندنا أولويات وعندنا برنامج زمني محدد، والوزارة الطاقة والمناجم عندها مهمة خاصة بالنسبة لمشروع الفوسفات تجسيده قبل نهاية السنة، وهذا ما سوف يتحقق. وندعوكم كذلك معنا للمشاركة في هذا المشروع الضخم الجيد الهائل ذات الأبعاد الاقتصادية الهامة بالنسبة لبلادنا، وإن شاء الله كما تفضلتم وقلتم في مناصب شغل كثيرة راح توفر في هذا المشروع في إطار إنجاز المشروع ومن بعد في إطار استغلال المشروع في عدة ولايات من المنطقة الشرق الحدودية الشرقية للبلاد، وكذلك مشاريع اللي راح ترافق من القطاعات الأخرى التي ستكمل كل هذه المشاريع لإنجاحه ويصبح مشروع القرن كذلك بالنسبة للجزائر، وراح تصبح الجزائر من البلدان المصدرة للأسمدة عالميا. الوزير الجزائري وخلال جلسة مساءلة في البرلمان أكد أن المشروع المنجمي العملاق من شأنه أن ينقل الجزائر من مستورد للأسمدة إلى مصدر لها على المدى المنظور. ثانياً، إثبات خبرة في تسويق الأسمدة وإنتاج النهائية من المعالجة والمنتوجات النهائية من معالجة الفوسفات والأمونياك، وإن أمكن إثبات الحصول على شبكة توزيع للأسمدة عالمياً. ثالثاً، تقديم عرض تمويل مالي بشروط مغرية وجذابة، وقد تم إلى حد الآن استقبال عدة عروض وهي في محل الدراسة النهائية لإتمام إنشاء شركة مساهمة المذكور لتحديد الطرف الأجنبي وفق دفتر الشروط المعلن عليه في أفريل 2021، وسيتم إعلان إنشاء هذه الشركة مع نهاية هذه السنة بعد توقيع اتفاق الشراكة اللازم بين الجانبين الجزائري والأجنبي. في تركيا ارتفعت معدلات التضخم بأكثر من المتوقع لتصل إلى 21.31% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي في أعلى مستوى لها في 3 سنوات. وأظهرت بيانات عن معهد الإحصاء التركي نشرت الجمعة أن أسعار المستهلكين ارتفعت ب3.15% على أساس شهري مقارنة مع توقعات أشارت إلى قراءة عند 3% على أساس شهري، وتوقعات قراءة سنوية
عند 20%. قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر الماضي لتظل عند أعلى مستوياتها في 10 سنوات. أوضحت المنظمة أن مؤشر أسعار الغذاء الذي يتابع الأسعار العالمية لأكثر السلع الغذائية تداولا في العالم سجل 134 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقارنة ب 132 نقطة في أكتوبر الماضي في مستوى يعد الأعلى منذ 2011. تعرض اقتصاد إثيوبيا لضربة جديدة مؤلمة بفعل النزاع المسلح الدائر في البلاد بتسارع الشركات العالمية للانسحاب من ثاني أكبر البلدان الإفريقية كثافة للسكان، وتواجه البلاد أسوأ أداء اقتصادي منذ 20 سنة بتجاوز معدلات التضخم مستويات قياسية تهدد بانهيار أسرع الاقتصاديات الإفريقية نمواً. عبد النور حفصاوي والتفاصيل. تحت وطأة نزاع مسلح متواصل منذ ما يزيد عن السنة، يتلقى الاقتصاد الإثيوبي ضربات جديدة توصف بالمؤلمة والقاسمة بتسارع انسحاب كبرى الشركات العالمية من ثاني أكبر البلدان الإفريقية كثافة للسكان. مؤشرة مقلقة في منطقة القرن الإفريقي تعكس هواجس تحول النمر القاري من اقتصاد شهد نموا قويا في السنوات الماضية وكان إلى وقت قريب يمثل قاطرة اقتصادية محتملة وقطبا للاستقرار الإقليمي إلى اقتصاد يسير اليوم بخطى ثابتة نحو شبح الانهيار، بعد أن تمكنت جبهة تحرير تيغراي في غضون أسابيع قليلة من جر البلاد إلى جحيم الصراعات العرقية. تطور عسكري رسم لحالة من الغموض والخوف الذي خيم على الحياة اليومية للعاصمة أديس أبابا بعد أشهر طويلة من الصراع، ما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي العام للبلاد بالنظر للتضخم المتسارع الذي بلغ 35% سبتمبر الماضي، واضعا السلع اليومية خارج دائرة المتناول لغالبية المواطنين. معدلات تضخم قياسية فاقمت منها أزمة ندرة حادة في جل المواد الغذائية، انهيار مذهل لبلد لطالما كان يشكل دعامة للاستقرار في شرق القارة السمراء منذ 2011 بمتوسط نمو اقتصادي سنوي تجاوز 9%. أعقبه صعود رئيس الحكومة الحالي أبي أحمد الذي سعى إلى تعزيز التغير الديمقراطي والاقتصادي في إثيوبيا. نزاع المسلح المتفاقم في إثيوبيا يهدد بكبح أكثر من 10 سنوات من النمو القياسي وضع البلاد في طليعة نمور إفريقيا. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى الختام، نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.